اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا عند لقاك، وأعنا على تلاوة كتابك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نسألك اللهم بوحدانيتك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك، وأن تشرح صدورنا لمحبتك. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين، واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرواته. جزا الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واصل الصوت، واصل الصوت لجوا. وقال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآيات القرآنية ترغب المسلمين بأن يكون بينهم الألفة والمودة. وبعد الألفة والمودة تكون الأخوة. ألفة ومودة ثم أخوة. واليوم نبدأ بالمودة والألفة، وغدا إن شاء الله يكون المجلس عن الأخوة. فالله عز وجل خلق الألفة وأسكنها في قلوب المؤمنين، جعل الألفة موجودا، خلقه الله بقدرته وأسكنه في أحب المساكن إليه قلوب عباده الصالحين. فمن كان في قلبه ود لأخيه المسلم كان من المقربين إلى الله المغفور لهم في كل صباح ومساء. ومن كان جافا قاسي القلب لا حب ولا ود عنده فهو من المحرومين من الفضل الإلهي. ود المسلم هو أن يكون بينك وبينه محبة من غير معاملة، أن تحبه لله، وأن تجالسه لله، وأن تصاحبه لله من غير معاملة بالدنيا. لأن الدنيا متى دخلت بين المتحابين أفسدت المحبة. الدنيا مفسدة لكل رباط بين أخوين أو بين متحابين. فالمؤمن لا يلتفت إلى المادة، إنما يرتبط بأخيه المسلم على طريق المحبة الإلهية، طريق الإيمان وطريق الصدق والإخلاص. فالله عز وجل أمرنا ودعانا بهذه الآية الأولى: واعتصموا بحبل الله جميعا. دعانا إلى
الاعتصام، والاعتصام التمسك بشدة. التمسك بأخيك تمسكا بشدة من غير انفصام. والود وجود الحب في القلب بينك وبين أخيك. وبالطبع لا يكون الحب إلا إذا كان بين القلبين رباط بمنفعة. إذا لم تكن هناك منفعة فلا رباط. وقلنا المنفعة المادية والدنيوية مفسدة، إذن أي منفعة تكون بين القلبين ليرتبط الحب؟ هي منفعة الإيمان، النصيحة، التذكرة بالله، الإرشاد إلى دين الله، التعليم لشرع الله، التذكير بحب الله. هذا كله طريق وباب إلى المودة. لا إله إلا الله. فالله عز وجل طلب من المؤمنين الألفة بين قلوبهم، والله خلق هذه الألفة وأسكنها، قال وألف بين قلوبهم. فإذا كان الله قد ألف، فهل رأيت أخا تآلف قلبك معه؟ هل أدركت في الحياة إخوة تآلفت معهم وتحاببت معهم؟ فإن وجدت فقد طبقت طلبا من طلبات الله في القرآن، وإن لم تجد فاسعى. فالأخ في الله هو أغلى ما يكون في هذه الحياة. لو أن إنسانا أدرك في الحياة كنزا من الكنوز وآخر أدرك أخا في الله، لكان الذي أدرك الأخ في الله أعظم كرامة عند الله ممن أدرك المال، لما ورد في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الإيمان أفضل الإيمان بعد الإيمان بالله. بعد أن تؤمن بالله أفضل درجة للإيمان التودد إلى الناس. التودد، كن عندك ود ومحبة، تجالس بألفة وحب، جالس الناس بحبك. وأفضل ما رأيت من كلمات سيدنا عمر، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقول لبعض الصالحين في المودة، قال: إنك قالوا له إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، بالضحكة، بالبسمة، عم تقابل كل الناس بهالبسمة. شو السر فيها؟ شو فيها سر؟ تقابل كل الناس بالبسمة، ما بتحط عدب وش واحد، ما بتنهر بواحد، ما بتقسى على واحد. ليش كل الناس بالبشر؟ فقال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة. بدل ما أنه تعمل له عزائم، تدفع له مال وتأمن له هدايا، تدفع ضغينة القلب. الحقد في القلب هو الضغينة. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة. شو أيسر مؤونة؟ بهالبسمة. تشتري قلوب الناس بالبسمة. بينما العقدة والوجه الجاف بيهرب الحبيب، والبسمة بتقرب البعيد والعدو، تجعله حبيب. دفع ضغينة بأيسر مؤونة، مؤونة المال.
واكتساب إخوان بأيسر مبذول. تكسب كثير من الأحباب من غير ما تبذل كثير. شو بذل؟ هالبسمة يلي بين الشفتين تملك فيها قلوب الخلق، تجعل أخصامك أحباب إلك ببسمتك. بينما الإنسان العبوس الجاف يكرهه القريب والبعيد. لذلك الله عز وجل أدب النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل أدب، فقال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم. برحمة الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا شو لازم تكون؟ فظاظة ما في، بده يكون في بسمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بساما كثير التبسم، ما لقيه احد الا رأى انه احب الناس اليه. كان يقابل الناس بالبشر، بالبسمة، باللطف، يعفو عن الإساءة ويغفر الزلة ويسامح بالنقيصة. فما كان صلى الله عليه وسلم يدقق على أحد من الناس، كان كثير التسامح صلى الله عليه وسلم مع الناس. فذكروا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا له: علمنا كيف بدنا نملك قلوب الناس، شو بدنا نعمل؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا أردت أن تصحب أحدا من الخلق فاتبع شروط الصحبة. في شروط للصحبة، تعمل شروط الصحبة بيكتروا أصحابك. عليك بشروط الصحبة. شو هدول؟ قال له ثلاثة. شروط الصحبة ثلاثة: إقالة العثرة، يعني إذا كان زل لسانه، عمل خطيئة، ارتكب ناقصة معك، سامحه فيها. الإقالة المسامحة والعفو، اعفي عنه، أساء وأخطأ وكلنا خطائين، مين منكن اللي ما بيخطئ؟ وأنا خطأ كمان، كلياتنا، كل بني آدم خطأ. فإذا واحد عمل له شيء خطيئة، ارتكب شيء زلة، سامحه، لا تدقق كثير. سيدنا عيسى صلوات الله عليه رأى رجلا يسرق سرقة، فقال له: أتسرق؟ قال: لا والله. قال له: صدقتك وكذبت عيني. خلص، ما دامت لا والله صدقتك وكذبت عيني، مع انه شايفه بعينه عم يسرق، لكن ما دام قال لا والله خلاص، حلفت باسم الله صدقتك وكذبت عيني. إقالة العثرة هي نادر من الناس من يقوم بها. إقالة العثرة مثلا واحد اشترى من عندك غرض، اخذه للبيت، قالت له: والله هذا ما بنايا، رجعه. أجل عندك الله، الله يخليك، أقلني من هذا البيع، يعني رجع لي إياها. هي اسمها إقالة، أنه سامحني رجع لي إياها ولا تأخذني. فالنبي قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فعثراتك اللي كنت تعثرها في الحياة وخطيئاتك الله بيسامحك فيها إذا أقلت عثرة النادم. واحد ندم وقال لك: أنا أخطأت، ندمت، أخطأت، فسامحني، اعفي عنه. ما بتقول له ولك: أنا سامحك، والله لا أحرق وأخرب وأفعل. لا يا ابني، بدك أصحاب، أقل عثرات الأصحاب، سامحهم واعفي عن خطاهم ولا تدقق عليهم.
التدقيق على الأحباب بيهرب الأحباب منك. خليك دائما مسامح لأخطاء الأحباب، دائما اعفي عن زلاتهم. لذلك صلى الله عليه وسلم الله خاطبه بنفس الآية، بإيش خاطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعفوا عنهم، فاعفوا عنهم، يعني أذنبوا وأخطأوا، اعفي عنه. طيب والخطأ تنصح نصيحة، أما لا تجعل الخطأ باب للعداوة. أخطأ معك ولا أخطأ مع الله؟ الخطأ ما في واحد بيخطئ معنا، خطأه مع دين الله، أساء في الدين سامحه وانصحه. إقالة العثرة هي أول شرط بالصحبة، فاللي بده يصحب بده يآخي بده يكون له أحباب، كل واحد بيطلع منه بيطلع منه ناقصة، طلعت ناقصة سامحته، واحدة تانية عفيت عنه، واحدة ثالثة غمضت عينك عنه وبتنصحه بكل واحدة. فلما بيشوفك ما بتدقق عليه بيقول والله هذا أخلاقه كريمة، هذا من أهل الفضل، هذا من أهل الكرم، بيعشقك وبيحبك. أما هي ليش عملتها وهي ليش ساويتها؟ ما بتفهم، ما فيك فهم، ما فيك دين، ما فيك جاي لعندك مشان تبهدله. شو بتملك عليه لحتى تبهدله؟ يعني الأحباب بعض أوقات بيسيئوا هيك إساءة، أخ أخطأ معه حمل له إياها عصاية وصار يهدده فيها. لك لا يا ابني، ما بنملك على الناس نحن يا أحبابي إلا كلمة حب، إذا أحب بكفي، هاي هي. ما بنملك على الناس، لو ما حبيت تجي على الجامعة شو بيطلع بإيدي أنا بحسين؟ يعني إجب بالمال مسامح، بالكلام مسامح، بالمعاملة مسامح، مسامح سامح. يا سبحان الله، ما أجمل أخلاق الإسلام يا ابني الكامل. عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن رجلا كان سمح البيع سمح الشراء، بالمعاملة كان مسامح دائما. قال فلما مات لقي الله تعالى فقال الله تعالى إنك كنت مسامحا لعبادي وأنا أحق بالسماح منك، أدخل الجنة فقد غفرت لك. ما دام كنت تتعامل بالمسامحة أنا كمان بسامحك، مثل ما بتعامل أنا لح أعاملك، فغفر له وأدخله الجنة. بينما كان رجل من العلماء في بني إسرائيل كان يشدد على الناس، يشدد ويخوفهم ويرعبهم، كان يموت في مجلسه بعض الناس، اثنين ثلاثة يموتوا من كثر ما يشدد عليهم. قال فلما مات لقي الله فقال الله تعالى اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تؤيس عبادي من رحمتي، كنت تخوفهم من عذابي، عذاب عذاب، كنت قاطع قلبهم، فأنا هلأ كمان رح أعاملك نفس المعاملة. يأس من الرحمة دخلوه على النار. عالم معلم بدك تكون رحيم بخلق الله، مسامحة الخلق، فإن أساء سامحه، أخطأ اعفي عنه. وهذه الصلة بين المؤمنين بعضهم مع بعض. لكن يا ترى هل يسامح أحدنا الآخر؟ هذا خلق يلي ما بيسلك طريق أهل الله وما بيتربى على الآداب مع أولياء الله ما بيحسن يتخلق بهالخلق. هذا شيء صعب، واحد يصير معك وتسامح. صلى الله على معلم الناس الخير، خير الخلق وأفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم إنسان أساء معه،
وكان النبي يسامح. أتى بدوي عند النبي عليه الصلاة والسلام، دخل قدام الناس إلى النبي، مسك النبي من صدره وفتل إيده وصار يهز النبي، قل له أعطني من مال الله الذي عندك، فهو لا مالك ولا مال أبيك، هات أعطيني مال الله. فالنبي قال أستغفر الله، ليس بمالي ولا بمال أبي. صحيح، هذا لا مال ولا مال أبي، أعطيني. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام، قال له لست بمعطيك حتى تقيدني. شو تقيدني؟ يعني مثل ما عملت معي بدي أعمل معك، بدي أمسكك وهزك مثل ما هزيتني، واحدة بواحدة، هاي القول. قال له لا والله لا تعطيني ولا أقيدك من نفسي، بدك تعطيني يعني وما بخليك تمسكني. النبي قال له ليش؟ قال له لأنك لا تجازي بالسيئات السيئة. يلي بيعمل معك سيئة ما بتعمل معه أنت سيئة، أنت من أهل الكرم، وأهل الكرم ما بيعملوا السيئة مع يلي بيسيء. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر خذه واجعل على هذه الراحلة، اجعل له تمرا وعلى الراحلة الثانية شعيرا، حمل له جملين، جمل شعير وجمال جمل قمح. وما اقتص النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم، بدوي سامحه. هيك الأخلاق النبوية يا ابني، هي أخلاق النبي كيف كان يعامل الصحابة رضوان الله عليهم، والبدوي اللي كانوا الفظ والغليظ والقاسي، فكان النبي يسامح. وكان أقسى إنسان اللي أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال له دعثور. النبي خلص المعركة وتفرقوا الصحابة تحت الشجر، ما بقى في عدو، تفرقوا تحت الشجر كل واحد بده يرتاح له شوي، والنبي سطح تحت شجرة، أخذ سيفه علقه بالشجرة وتسطح لينام، ما بقى في عدو، المعركة انتهت وراح العدو. فهذا دعثور لاحق النبي عم ينتظره. لما نام النبي عليه الصلاة والسلام وغفل، اجا شوي شوي، اخذ السيف وفتحه ونكش النبي برجله صلى الله على رسول الله، والسيف فوق رقبته. قال له من يمنعك مني؟ مين حيخلصك من ايدي؟ عملت هيك، نزل السيف، من يمنعك مني؟ النبي فتح عينيه، سيف فوق رقبته، ومين هلا رح يخلصك مني؟ فقال النبي الله يمنعني منك، الله. فلما قال الله يبسط ايده ويبسط السيف بايده، فز النبي صلى الله عليه وسلم، نفض وعيه، فرك عيونه واخذ السيف من ايده، قال له انت هلا مين بيمنعك مني؟ انا الله، في الله، يبس ايدك احسن تتحرك، اما انت هلا مين بيمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير اخذ، يعني انا اخذت السيف طلعت لئيم، انت لا تصير لئيم مثلي، اخذت السيف خليك كريم. النبي قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال له لا، لكن أخزل عنك ما استطعت، يعني ما يجزى حدا بده يجي ليك ابعده عنك. فسامحه النبي عليه الصلاة والسلام ومع السلامة. هذا بده مسامحة؟ هذا شو بدكو؟ شو رأيكم؟ بده نجر رقبة أو بده قطع رقبة؟ سامحه النبي عليه الصلاة والسلام. هيا أحبابي الصحبة، لذلك وما بده يأسلم، لكن تركوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم بعدين وأتى وصار مثل الخدام عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الود
يلي بده يملي كود الناس بالمسامحة. فثلاثة، أول وحدة إقالة العشرة، اثنين مسامحة العشرة، ثلاثة المواساة في العسرة. إذا واحد كان في شدة بدك تعاونه، حميل عنه شوية من الشدة لكن على قدر المستطاع. فوق المستطاع ما في، الله عز وجل ما أراد منا عبادة فوق الطاقة. فالله عز وجل يقول واتقوا الله ما استطعتم. فإذا الله طلب منا الطاعة على قدر الطاقة، إذا بدك تساعد كمان على قدر الطاقة، أما فوق الطاقة لا يعني. هذا ما بيكون أخوة، كأن لما بتعطيه فوق الطاقة كلفت نفسك زيادة، صرت تكرهه إنه يجي لعندك، صرت تكرهه إنه يسألك. أما لما بيكون بحالة استعداد على حسب استعدادك أعطيت، إمتى ما أجى أهلا وسهلا بتكرمه. فصلى الله عليه وسلم علمنا بقوله رأس العقل بعد الإيمان، رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. هاي رواية الإمام البزار. زاد الإمام البيهقي رضي الله عنه وأهل التودد في الدنيا لهم درجة في الجنة. ومن كانت له درجة في الجنة فهو في الجنة، ما دام صار لك حصة بالجنة فأنت من أهل الجنة. فإذا أهل التودد من أهل الجنة، فإذا شفت إنسان يتودد إلى الناس فاعلم أنه من أهل الجنة. تودد إلى الناس، تحابب، بيسأل عن هاد، بيسأل عن اسم هاد، بيسأل عن صحبة فلان. فما دام عم يسأل عن فلان وفلان وعن صحبة فلان فمعناها إنسان يريد المودة. فإذا كان يريد المودة فاعلم أنه من أهل محبة الله عز وجل. ومتى أراد الإنسان الود مع أخيه الإنسان فمنقول له في قدامك طلبات، بدك تسأله عن اسمه وعن اسم أبوه وعن مسكنه في الحي، الاسم اسمه واسم والده ومسكنه. ليش؟ حتى تعرف انه اللي بدك تصاحبه شو دينه، مسلم ولا غير مسلم. تقول له شو اسمك؟ بيقول لك الشيخ بشير. اسم الاب طوني. اذا شو هذا؟ مفهم شو اسمه؟ او ابوه قال جورج. ان عرف تساله عن اسمه، اذا قال لك انا محمد ابن عبد الله فانعرف انه مسلم. تساله عن اسمه واسم ابيه ومسكنه، وين ساكن حتى تعرف وين ساكن وتزوره. فبذلك تزيد المودة بين المتحابين. أما لا بتعرفه ولا بتعرف اسمه ولا بتعرف مسكنه، منين المودة بدها تجي؟ يقول والله في واحد عم يجي على الجامع صورته كذا وله شكل كذا وبيلبس طاقية. أكثر الأخوان بيلبسوا طاقية، شو بيعرفنا؟ شو اسمه؟ ما بنعرف اسمه. شو اسم أبوه؟ ما بنعرف. لذلك الإسلام عليه الصلاة والسلام قال أقرب للمودة أن تسأله عن اسمه واسم أبوه. ولما المسلم عم يلتقي مع المسلم إذا تساءل كيف صحتك وشلونك وكيف حالك وشلون الأولاد وشلون الأهل، أنزل الله بينهما 100 رحمة. هذا بالتساؤل، بدك تتساءل أنت وإخوانك
مشان يكون بينك وبينهم مودة. والمودة قبل أن توجد في الأرض توجد في السماء. قبل وجود المودة في الأرض تكون المودة في السماء. لا تظن حالك أنت جيت لعند الشيخ بكيفك، مربوطة بينك وبين روحانية الشيخ من وقت اللي كنا روح في السماء. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها، يعني في السماء، فما تعارف منها ائتلف بالدنيا، هو بتصير الألفة. فإذا بينك وبين الشيخ صار في ألفة ومحبة، معناتها منين مربوطة؟ مربوطة من السماء، من الوقت اللي كنا أرواح. لذلك بتعرف الشيخ أنت قبل 1000 سنة، والشيخ بيعرفك قبل 10,000 سنة. هاي المعرفة قديمة، من وقت اللي كنا أرواح، من يوم أن قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. من ذلك اليوم تعارفنا وتحاببنا. فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في السماء ائتلف في الأرض، وما تناكر منها في السماء، درت له ظهري ودر لي ظهره في السماء، هون لا بيجي لعندي ولا بيجي لعنده، وإذا التقينا متنافرين ما في محبة. وما تناكر منها اختلف، يعني في الأرض صير اختلاف. والأرواح كما قال سيدنا علي تتشام، بتشم ريحة بعض البعض، بتشم الريحة. فبتلاقي جاي واحد من اتسيب، جاي واحد من كذا، وجاي واحد من آخر، واحد جار الجامع ما بيجي. ليش؟ هذا في تنافر، هذاك صار في ترابط وتحابب. اشكروا الله يا ابني. والتآلف في الدنيا يا ابني هو تآلف في الآخرة. ما جمعنا في الدنيا إلا ليجمعنا يوم القيامة. وإذا كان اجتمعنا في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل الله علي وعليكم. هم في الدنيا اجتمعنا في الجامع، أما غدا يوم القيامة فجمعنا جميعا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. فهذا المؤمن إن لما بيعرف أن التعارف والتآلف لح يكون في الدنيا وفي الدار الآخرة، فمعناته اللي جابك الله، ما أنا جبتكم، الله جابك، روحك في إلى نسبة للشيخ فجابك لعنده. في كتير ليش ما رحت لهون لهون؟ هون قسمتك. ولكل قوم هاد، كل جماعة إلهم هادي، واحد بيروح لعند هاد، واحد بيجي لعند هاد، واحد بيجي لعند هاد، كل واحد إله نصيب، إله قسمة. واحد قسمته 10 بيعدوا حوالي، واحد قسمته 50، واحد قسمته 1000، كل واحد الله قاسم له قسطه. إيه الله يكبرنا الحصة تبعنا. الله يوسعها، و5000 وإلال و6000 وإلال، فضل الله واسع. فإذا كانت الأرواح جنود، فإذا اسأل الله أن يجمعك مع من يدلك على الله، من يعرفك على الله. فإذا اجتمعت فبدك المودة. المودة صفة من صفات الحب، متى ما حبيت تتودد وبتتقرب، وهذا أول الحب. بتودد بيسلم أول مرة، بيسلم تاني مرة، ثالث مرة إلا والله أنا بحبك. وهذا من الواجب. عليه الصلاة والسلام أمرنا أن المسلم إذا أحب أخاه المسلم، قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. فليخبره، يا سلام، إلا والله أنا بحبك. هاي أول المودة. فلما بتقول له بحبك، وأنا بقول لك وأنا كذلك، القلب على القلب. جاء واحد لعن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك.
فنظر فيه ثم قال له: والله إنك لكاذب. قال له: والله بحبك. قال له: والله أنت كذاب. قال له: عم أحلف لك أنه بحبك تقول لي كذاب. قال له: لو أحببتني لأحبك قلبي. أنا قلبي لسه ما أحبك، معناتها ما بتحبني. من القلب للقلب في دليل ابني. فلما بتحب إنسان هو كمان بيحبك. فأما ما في محبة وما في مودة ويقول لك بحبك، هي أنه يلي بيشتروا الكلام كتار، يلي بيتاجروا بالكلام كتار. فأنت بدك تعرف من جوا شو بتحب. إذا حبيته معناتها بيحبك. يلا أكتركم بيحبوا الشيخ بفضل الله، أكتركم ما هي كلكم. الله عز وجل يجعلني وإياكم من أخلص أحباب الله، ويجمعنا جميعا تحت لواء رسول الله. فإذا كان هذا الحب يا ابني وانوجد، اشكروا الله على هالمحبة، معناتها لها أعطيكم هدية المحبة، هدية هالمحبة هي حبك للشيخ. بارك مشني أخ الله يرضى عليه، قال لي: والله عم بشتاق لك، مع أنه عم يحضر كل درس. قال لي: والله عم بشتاق لك، والله ما صورتك ما عم تفارق خيالي، والله عم بحبك. قلت له: يا ابني هذا طريق الوصال، أنك تحب الشيخ، ومن أحب صار محبوبا. أول الأمر بتصير أنت محب، بعدين شو بتصير؟ محبوب. بتكون محب لله، بعدين بتصير محبوب عند الله، وهكذا عند أهل الله. فهالحب هذا له جزاء. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لأهل الود ولأهل الحب، جعل له بكل نظرة ينظرها أجر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة مودة، من نظر إلى أخيه نظرة مودة لم يكن في قلبه عليه إحنة. الإحنة الحقد. نظرت له نظرة حب، ما في حقد بقلبك، ما متأثر منه، ما لك زعلان منه، ما في بينك وبينه معاملة تأثر، حب في الله، ونظرت له على هالمودة هي. قال: لم يطرف هالنظرة اللي نظرتها، ما بترف عينك رفي حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه. هي بكل نظرة عينك ما بترف حتى يغفر لك الذنب. يا سبحان الله. إذا أديش هالكرامة هي يلي الله عز وجل أكرم فيها المؤمنين. فإذا كان هالكرامة هي بنظرة، بنظرة ما عم ترف إلا بمغفرة، كم نظرة عم تنظر أنت قاعد؟ كم نظرة؟ كل ما رفت عينك رفة هي اسمها نظرة، كل رفة بنظرة عم تنظروا أكثر من 10 مرات، ما هي أكثر من 10. فإذا أكثر من 10 بكل رفة، أما ترف العين لم يطرف حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه. إماناتا إذا أول مرة وتاني مرة وعشر مرات وكل نظرة بمغفرة، معناتا كتر النظرات، ما هي كثر وقباض. كلام النبي حق، اذا كان حق وعمل لك بكل نظره، فمعناتها قديش لكم كرامه بهذه النظره. هذا اذا كان نظر على ود وحب. والحمد لله ما في بيناتنا احن، في شيء بين قلوبكم، وانا والله احبكم ومن حبي لكم، ما من لله الفضل والمنة. لكن والله تركت زوجتي في حال إن صار معها جلطة من يومين، رد مبارح تركتها بالفرشة وجيت عم بتركها، وهي بتقلي بدي موت وما شوفك إلا الدرس أغلى علي منك.
فشوفوا قديش حب الشيخ لكم يا ابني. الواحد ممكن اذا راسه وجعه ما بيجي على الجامع، درسه وجعه ما بيجي، الشيخ عم يترك اغلى اغلى شيء وبيجي. معناها يا ابني ان مجلس للملئمان اغلى من الاهل واغلى من الولد واغلى من الحياة. فعرف نفسك قديش انت غالي عند الشيخ. فهل انت يا ترى الشيخ غالي عندك هيك؟ واحدة بواحدة لازم تكون. هذا الود يلي بده يحصل يا ابني بنظرة. فاذا كان يا ابني هي لحظة من لحظات الايمان، لحظة من لحظات الحب، فمعنى ذلك قديش لازم تكون مودتنا ومحبتنا. انتم محبتكم بس بشهر رمضان الاكثر بعد رمضان كم واحد بيجي؟ الاحباب. الجوهر القديم هذا ما بيتغير. الله عز وجل يثبتنا واياكم بقوله الثابت. الجديد ان شاء الله ربي بيكرمه بهالود وهالحب حتى تبقى مودتنا ومحبتنا دائمة الى يوم القيامة. انا واجبي علم وانت واجبك تسمع، لكن السماع قيده بالكتابة حتى يبقى العلم معك دائم. بعد سنة بتفتح الكتاب بتسمع بتشوف الاحاديث موجودة بتتذكر الدرس اللي كنت حاضره كأنك هلأ عم تحضره. اما ما كتبت وراح الدرس، ثاني يوم نسيته، ثالث يوم نسيته، ضاع منك. فلا تضيعوا المجوهرات يا ابني. اذا واحد ضاع منه 5 ورقات بيزعل عليها، واذا ضاع منك يا ابني حديث رسول الله هذا اللي اذا وزن الدنيا فيه بيطلع اغلى من الدنيا. من جملة ما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روحي المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم وليلة، تلتقي على مسيرة يوم وليلة وما رأى واحد منهما وجه صاحبه. لسا ما اجتمع فيه الروح عم تلتقي. في كتير من الأحباب بيشوف الشيخ لسا ما أجل عند الشيخ، شاف الشيخ بالمنام. طيب شو جاب الشيخ لعنده؟ ما بشوف بعد يومين ثلاثة بيجي على الجامعة، والله هذا اللي شفته بالمنام. مين اللي ورجاك؟ يا معناتها في رباط يا ابني، رباط روحي، رباط بينك وبين من أحببت، وهذا الرباط موجود بين القلبين. في حدا بيحسن يفكه الرباط الإلهي؟ حدا بيحسن يفكه؟ لو التقيت بأعداء الشيخ، ولو التقيت بأخصام، ولو التقيت ولو حكوا لك بيطلع كلام عليك الشاطي مثل الحجر اللي بيضربوه على النهر، بيقشط طرقة وطرقتين بعدين بيغرق ما بتسأل عنهم. هذا يا ابني المؤمن المحب. فإذا روحه بل حتلتقي بروح أهل الله قبل لقاء الجسد، معناتها في نسبة، في رباط، والنسبة هي بالآخرة بكرة لها حتتحقق. والآية وين؟ وإذا النفوس زوجت. شو معنى زوجت؟ ازدوجت. ما معناتها صار زواج؟ ازدوجت يعني التقت واصطحبت، صاروا زوج اثنين، كان واحد صاروا اثنين. في واحد له أخ، في واحد له أخين، في واحد له 10 إخوان. الله يوم القيامة يأتي بالعالم ويأتي بالعابد. متعبد بيقول له أنت فوت على الجنة، يلا متعبد فوت. العالم بيقول له أنت وقف، ما في فوتي. ليش يا ربي؟ لقيف حتى تشفع لمن اتبعك. يا سبحان الله، حتى تشفع.
ليه بدي يشفع لهون؟ خليني أنا أنفض. قال لا، بما أحسنت أدبهم، علمتهم الآداب، علمتهم من الأخلاق، فأنت أحسنت آدابهم، فما بتدخل الجنة لتدخلهم معك. هذا شيء ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك يلي بده يأمن الآخرة لازم يأمنها منين؟ من هون. يقول لك واحد تحسن تربط فرقونك بقاطرته، فإذا كان فرقونك مقطوع وربطته لما بيمشي القطار فرقونك شو بيصير؟ بيمشي معه، انطلع بيطلع معه، والمشي بيمشي معه. وأن مردنا إلى الله، رجوعنا كله إلى الله. فإذا لقيت الله وقد أحببت حبيبا في الله يا هنيئا لك. قل لما مات سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا قبل وفاة أبو يزيد، أخ من إخوان سيدنا أبو يزيد البسطامي توفي، فنزلوا على القبر. لما نزل على القبر بعض الأحباب قاعدين من أهل القلوب، أتاه أنكر ونكير، فقال له من ربك؟ الأحباب على القبر قاعدين وأهل القلوب بيشوفوا، من ربك؟ قال لهم سبحان الله، جايين تسألوني من ربي وقد حملت فروة أبا يزيد على عاتقي؟ أنا يوم من أيام حملت عبايته على كتفي وجايين عم تسألوني من ربك؟ قالوا لو نم نومة العروس لولا فروة أبا يزيد لكنت في نار السعير، لكن كرمال فروة الشيخ تفضل نام. يا هذا يا ابني فروة حملها على كتفه، فكيف لو أحبه؟ وأجمع أولياء الله رضوان الله عليهم أن من حفظ اسم أبو يزيد بمجرد حفظ الاسم لا يعذب في قبره. يا سلام، هذا حفظ اسمه طيفور ابن عيسى البسطامي، حفظ اسمه. شلون إذا قعد معه وسمع منه وتعلم منه وذكر الله شلون هذا بده يصير؟ يا أحبابي الله يرزقنا هالحب، هالأخوة، هي ما موجودة الآن في المجتمع يا ابني، هي بركة حديث رسول الله يا ابني. فبدنا نتأدب لحنا بآداب الأخوة مع بعضنا البعض. دائما سامح أخوك، أقل عسرة أخيك، واسي أخوك بهذه المواساة وهذا الحب. ترتبط قلوبنا في الحب، كل واحد منا بيحتاج الثاني، أنا بحتاجكم وأنتم بتحتاجوني، أنا بحتاجكم تنصحوني إذا أخطأت، إذا زليت ذكروني، وأنا كذلك بوجهكم بما الله عز وجل يعلمني من كلام رسول الله من آيات القرآن، فأنا أعلمكم وأنتم تنصحوني. فلعل الله بهذا اللقاء أن يجمعنا يوم القيامة مع سيدنا رسول الله. هي الأخوة يا ابني، هي الود يلي بده يصير بين قلوب المتحابين. فما أجمل هالود هاد. حبيت مين؟ حبيت والله ما راح أحب غير الشيخ رجل بس. الله عز وجل يثبتنا وإياكم بقوله الثابت. الحب يا ابني ما للشيخ، لا عيون الشيخ ولا شكل الشيخ يا ابني، الحب للإيمان للإسلام، الحب لأني أدلكم على حب الله وحب رسوله. ما دمت عم أدلكم فبيكون بيناتنا الرابطة، بيكون بيناتنا الحب. أما إذا وقفت الدعوة لكم أو الدلالة على الله لحد يجي معي. فما دمت أدلكم على الله
تموا معنا حتى كلنا نتعرف ونصل إلى علوم الشريعة وفقه الإسلام. فمع التآلف والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فإذا كان لا خير معناتها لازم تكون في بقلبك ألفة للناس، وخير الناس أنفعهم للناس، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان هذا خير الناس من تدور وين في نفع؟ نفع الدنيا يا ابني هذا سهل، واحد ينفعك يطعميك يسقيك هذا كله فاني، أما النفع الحقيقي اللي بدكم تحملوه معكم للآخرة، هذا النفع اللي بدك تلقى الله به بالعمل الصالح، بذكر الله، بتقوى الله، بخشية الله، هي اللي النفع اللي بدكم تلقوا الله فيه. أما واحد نفعك لبسك جبة ما شاء الله، عباية جزاه الله خيرا، طيب العباية بعد 10 سنين شو بتصير؟ خراب، دفنا راحت. لكن إذا كان علمك حديث من أحاديث رسول الله، علمك حكمة من الحكم، لحتبقى معك، خاصة إذا عملت بها ستلقى الله بها، وهذا من أعظم ما يلقى العبد ربه بعمل صالح. لو حفظت حديث يلي كتبتكن يا، لو حفظت هالحديث وأوقفك الله بين يديه فقال لك ذنوبك أكثر من الحسنات، حطوا بالكفة طلعت السيئات أكثر، إلى النار. قل له يا رب سمعت عن نبيك حديثا من نظر إلى أخيه نظرة مودة، هذا سمعته عن نبيك المصطفى لم يكن في قلبه عليه إحنا، لم يطرف حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه. قل له يا ربي أنا نظرت بيني وبين أخ ليس به إحنا، بالرد كلام النبي، فلعل بحديث يا ابني من أحاديث رسول الله بيكون سبب دخولك إلى الجنة. احفظوا هالكرامة، هي من النبي عليه الصلاة والسلام، تاخذوا اليوم كرامة وبكرة في لكم كرامة تاني إذا الله عز وجل أحيانا، حتى نعرف هالفضل الإلهي علينا ببركة الصحبة. صحيح أنا ما علمتك اليوم بعض الأحكام الشرعية، لكن تعلمت أبلغ من الأحكام، أعظم من الأحكام، يصير لك أخ في الله، واللي ماله أخ مسكين يوم القيامة شارد، ما في مين يشفع له، ما في مين يأخذ بإيده، ما في مين يعطيه حسنة، أمه هربت وأبوه هرب، فبدك أخ في الله. وعليه الصلاة والسلام قال من آخى أخا في الله كنت شفيعا له يوم القيامة. بيشفع لك بأخ، يدور على أخ إذا كان جالسته إذا صاحبته يكون الصحبة بينك وبينه في الدنيا والآخرة. وأوحى الله إلى سيدنا داود صلوات الله وسلامه عليه، يا داود ما لي أراك منفردا وحدانيا. ليش قاعد وحدك سيدنا داود الذاكر الخاشع اللي كان إذا تلا الزبور وقف الطير في السماء من وما يقف عن من جريانه من لذة قراءة سيدنا داود للزبور، قاعد وحده خلوة مع الله ما بده حدا. فالله عاتبه، يا داود
ما لي أراك منفردا وحدانيا؟ فقال: يا رب قليت الخلق من أجلك. شو معنى قليت؟ يعني أبغضت. ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني أبغض، يعني ربك لا تركك ولا أبغضك. فسيدنا داود عم يقول له قليت الخلق، يعني أبغضت الخلق، أبغضت مجالستهم من شانك، حتى انفرد بحبك، انفرد بذكرك، ما بدي اجتمع مع حدا، ما بدي التقي بحدا، بدي خليه معك فقط، خلوة بالله. يا سبحان الله، وهو نبي الله، بده مع الله وحده. قليت الخلق من أجلك. قال: يا داود كن يقظان، يا داود كن يقظان، واتخذ لنفسك الإخوان. الله يأمر نبيه أنه يتخذ أخ، نعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ أخا له. قال: وأخي فيكم أبو بكر. مرة ثانية قال: أخي فيكم علي بن أبي طالب. اتخذ أخا، ومع الأخ ما بس اتخذ أخ، دعا، قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. النبي حب يلي بحب الله. مين بحب الله إذا ما النبي علمه الحب؟ كانوا الصحابة بيعرفوا، كان في صحابة كان في بيعرفوا حب الله؟ مين اللي بيحب الله لو ما النبي علمهن؟ يعني النبي عم يطلب: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. فمعناتها بدك حبيب يا ابني. فيا داود كن يقظان، واتخذ لنفسك الإخوان، وكل أخ لا يوافقك على مسرتي، يعني لا يوافقك على محبتي، لا يوافقك على شريعتي، فهو لك عدو، يقسي قلبك ويباعدك مني. كل أخ لا يوافقك على مسرتي، يعني على طاعة الله وعبادة الله، فهو لك عدو، لا تمشي معه، لا تصاحبه، فهو لك عدو، يقسي قلبك. ما العداوة؟ حط بوشك العقدة وضربك عدو، شو نتيجة العداوة؟ قساوة القلب. وأبعد الناس من الله القلب القاسي، يقسي قلبك ويباعدك مني. فدور على إذا من يقربك من الله ويدلك على الله. الله عز وجل يوفقني وإياكم أن نكون على هذا الود وهذه المحبة. اليوم الود وغدا الأخوة إذا الله عز وجل أحيانا، ومنتآخى بكرة إن شاء الله، نتآخى في محبة الله. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحد إخواني في الحلقة منذ سنة ونصف ذهب إلى الجيش، وقبلها بفترة انحرف إلى رفاق السوء، وكنت أزوره عسى أن يهديه الله، وما زلت أحاول معه حتى في أيام الجيش. والسؤال هو: عندما ينزل إجازة يأتي إلي ويطلب مني مساعدته في المال فأعطيه مع أني بحاجة لذلك المال، ولكن أنظر فلا أرى أحد يلتفت إليه من الأصحاب والإخوان، وهو يستحي أن يطلب من غيري، فهل أبقى هكذا؟ ما في مانع، بخليك، لكن لا تكثر من العطاء، خلي دائما الصحبة ما بدها عطاء كثير، إذا أعطيته بما أنه يخفف بس عسكريته، الله يهدي لك إياه ويرده، في بينك وبينه محبة الله يجبر خاطرك فيه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هي إذا كان مؤمن، إذا كان مشرك آمن ومرته تمت مشركة، أو آمنت وزوجها لا يزال مشرك، فبيطلع لزوجها المهر اللي بدها تاخده. إذا كان أسلمت وهو لا يزال مشرك بدها ترد له حقه، كأنه تركته بدها ترد له حقه. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، بدها ترد له الحق اللي له أنه تزوجها على أنه دفع له المال، فإذا أسلمت وراحت بترجع له. ما حكم فائدة صندوق توفير البريد؟ هل يجوز أعطاء للفقراء؟ أرجوك أن تجيبني. طيب، الفائدة بشكل عام لا نعطيها للفقير ليأكل منها ولا ليلبس، نشري له فيها مازوت خليه يتدفى بها الشتاء، نشتري له فيها صباط يلبسه، أما لا تشتري له أواعي ولا أكل، فهذا الأفضل. يلي بتوجب عليكم دائما كل يوم الذكر، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 100 مرة، يعني هذا جعلوه ورد لكم لعل الله عز وجل أن يشفعه فينا جميعا. شوفوا روها هي، والله ما فهمت عليها، يعني هل يجوز أن أحفظ القرآن في السرفيس وأنا على غير وضوء؟ القرآن يا ابني لا يمس إلا بوضوء، إلا في مذهب الإمام الحنفي في رخصة أن تحمل القرآن بغلاف، يعني محرمة، حملت القرآن بمحرمة مثلا ما في مانع، ولما بدك تفتحه تفتحه من طرف الورقة ما بتمد إيدك على الكتابة، بذلك يجوز لك أن تقرأ القرآن وتحفظ في أي مكان. أما عند الإمام الشافعي ما بيصح مسه إلا بوضوء. هل يمكن أن ترشدونا إلى أسماء بعض الكتب اللي بتعلمونا منها؟ تعال خذ أسماء المكتبة كلها، ما من كتاب يا ابني ولا من كتابين، على كل في
عدة كتب، اشتروا أفضل شيء كتاب الترغيب والترهيب يكون عند كل واحد فيكم، هذا بحر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. رأيتك في المنام ممسكا بيدك تتكلم معي وتضحك، فأخبرتك عن شدة حبي لكم، فسألتني هل معك شهادة؟ قلت لا، فقلت لي يجب أن تتعلم وتأتي إلي. حصل شهادة الحب وتروح تدرس كمان الشهادة، إذا بيحتحسن تدرس، أنه لما بيتعلم الأخ غير لما ما بيتعلم. فإن شاء الله ربي عز وجل بيجعلك من أهل شهادة الإيمان. شو معك شهادة أنت عبد الله؟ خامس. أنا بعرف معكم شهادة أعلى من هيك، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعاني من النعاس وبنام 7 ساعات يوميا، إذا جلس للقرآن بنعاس، فما وضعي؟ لازم يا ابني اذكر ولو نمت، مسيك المسبح عود اذكر ولو نمت، لأن تنام وأنت في الذكر خير من أن تنام عن الذكر. إذا نمت وأنت عم تذكر قلبك بيتم عم يذكر، أفضل ما تترك الذكر وتنام. أنا عبوس جدا في البيت في العمل، فكيف أتخلص من هذه المشكلة؟ اقرأ ألم نشرح لك صدرك. ليش عم ترى عبس وتولى؟ عبوس بتفوت يعني بدك تعمل سيطرة في البيت وروزة في البيت؟ لا يا ابني ما بدها، خليها بسمية لك، والله ما عليها لا جمرق ولا ترابية، ضحك اضحك تضحك لك، تضحك لك الدنيا. واللي بالذكر او الرابطة الدنيا عم تلاحقه، عم يشوف دائما معلش ابني في اول الامر بدنا ننظف البير، بدنا ننظف البير يا ابني، البير صار له معبى كم سنة، عم نرمي فيه زبالة 20 سنة، بدنا ننظفه. فلذلك الوساوس كلها في أول الأمر لابد منها، تتغلب عليها عود وخليك عم تذكر الله. اجت وساوس ما اجت، أنا بدي الله قاعد الله الله، بتنبقول الله لي أوري الصوان، بيطلع له وراء الصوان، بيطلع له وراء، بس عود اذكر الله. أنت الله يفتح عليكم ويرضى علي وعليكم، مع السلامة.